السلام عليكم أعزائي الطلبة. تتضمن هذه المحاضرة تقنية صناعة الطابوق. أول نوع من أنواع الطابوق هو الطابوق الطيني العادي المستخدم عادة في المباني، الدور والقواطع الخاصة بالعمارات. يصنع الطابوق العادي من الترسبات الطينية الرملية المنتشرة في السهول الرسوبية والتربة المستخدمة في صناعة الطابوق الطيني. تتكون من 13% طين نقي، 45% رمل ناعم جدا يسمى سيلت، و17% رمل أنعم، ثم 8% رمل خشن، وبين النص إلى 3% أملاح مسموحة بمكونات الطابوق. تتلخص عملية تصنيع الطابوق العادي بالطريقة الميكانيكية التالية. هذه الطريقة تسمى الطريقة الميكانيكية. الخطوة الأولى، يتم حفر التربة الطينية المناسبة بعد فحصها أنه تكون ضمن هذه الحدود. تحفر بمكائن ثم تنقل إلى آلات طحن، بعد ذلك يضاف لها الماء أيضا في مكائن عجن التربة بآلات العجن. بعد ذلك تمرر هذه العجينة من خلال فتحة بأبعاد الطابوق اللي هي 24 في 12 سنتيم. بعد ما يخرج هذه القطعة تقطع بسمك 8 سنتيمات لتصبح طابوق، وتقطع هذه العجين طبعا كما قلنا بسمك 7 سنتيمات. بعد ذلك تسمى اللبنات، تنقل هذه اللبنات إلى غرفة التجفيف بالهواء الحار. بعد جفاف اللبنات تنقل إلى أفران الفخر بحرارة ما بين 750 إلى 1000 درجة مئوية. طبعا ستشاهدون فيلم مرافق لهذه العمليات، فيديو موضوع لأحد معامل تصنيع الطابوق في المنصة الإلكترونية. هذا النوع العادي بهذه الطريقة. النوع الآخر الذي يسمى الطابوق الناري، طبعا يستخدم هذا الطابوق الناري لتبطين الأفران الحرارية التي تتعرض إلى حرارة عالية وكذلك للمداخن. طبعا الفرق وهو مشابه لصناعة الطابوق العادي، ولكن يضاف له مادة الفلنت المقاومة للنار. طبعا الطين المستخدم كما قلنا يفخر بدرجات حرارة عالية أعلى من العادي، وهي 1750 درجة مئوية داخل الأفران، وينتج بنفس الأبعاد للطابوق العادي اللي 24 في 12. إذن الفرق هو إضافة مادة الفلنت مع حرارة عالية أكثر من 1000 اللي هي 1750. طبعا ممكن تلخيص عمليات إنتاج الطابوق هذا: طحن التربة الرسوبية، إضافة ماء وعجنها، ثم تقطيعها بالقالب، وبعد ذلك غرفة تجفيف، وبفرن حراري 1000 للطابوق العادي و1750 للطابوق الناري، وبعد ذلك تنقل إلى مواقع الخزن. النوع الثالث من الطابوق يسمى الطابوق المزجج. يستعمل هذا النوع من الطابوق في الواجهات الخارجية وفي جدران المساجد، طبعا يكون ملون ويصنع من نفس نوع الطين المستخدم لصناعة الطابوق الناري، إلا أن الوجه يطلى بطبقة من زجاج السيراميك. طبعا هذه الطبقة تتكون من مركبات كيميائية ترش على وجه الطابوق قبل الفخر، بعد التجفيف وقبل الفخر ترش هذه المواد حتى تعطي الطبقة الزجاجية اللي
تسمى طبعا الطابوق المزجج، ثم يفخر بدرجة 2000 درجة مئوية، أي أعلى من الناري والعادي. هذا هو هي أنواع الطابوق وملخص لكيفية صناعتها. نأتي الآن إلى المادة الثانية، هي الكتل الخرسانية المجوفة اللي نسميها هولو بلوكس. طبعا تصنع هذه الكتل الخرسانية المجوفة بالأبعاد التالية: 40 سنتيم في 20 سنتيم في 10، وهذه 40 في 20 ثابتة، ولكن الأسماك مالها تكون متغيرة. قسم منها يصنع ب10 سنتيم للقواطع، 15 سنتيم، وقسم منها 20 سنتيم، والعادي الدارج بالعراق عندنا هو 20 في 20 في 40. يتطلب أن يكون طبعا موقع العمل ذو أرضية مستوية وتتضمن الأجزاء التالية. مكونات السمن، مكونات البلوك الإسمنتي، طبعا ينتج البلوك الإسمنتي من خلط عدة مواد، وأهمها هنا سنلخص مكونات البلوك السمنتي من الإسمنت والماء والرمو والحصى. طبعا قياس الحصى يكون عادة 10 مليم، فما دون 10 هو الماكسيموم سايز، أعلى حجم للحصى. تخلط المكونات بنسب متغيرة حسب المقاومة المطلوبة، إذا نحتاج مقاومة عالية يكون عندنا 4 حصى 2 رمل 1 سمنت، وإذا أقل مقاومة للقواطع أي جدران غير الحاملة ممكن أن يكون 6 إلى 3 6 حصى 3 رمل و1 سمنت، وتكون نسبة الماء في الخلطة قليلة جدا، شبه جافة، تتناسب حتى مع عملية تصنيع، ثم تجري عملية تصنيع وفق المخطط الانسيابي التالي. هذا المخطط يلخص لنا كيفية إنتاج هذا البلوك. طبعا تحضر المواد الأولية حصى رمول سمنت حسب النسب اللي ذكرناها سابقا، تخلط بخلاط ميكانيكي في لهذه المواد الأولية، ثم توضع في قوالب هذه الخلطة، توضع في قوالب البلوك بالأبعاد اللي ذكرناها، وتكبس بمكبس آلي لضغط الخرسانة داخل هذه القوالب. طبعا أثناء الكبس ستكتسب قوة عالية بعد التصلب، ثم بعد ذلك تنقل في محل خزن الكتل الخرسانية بعد أن تجف قليلا، تسقى بالماء ليكتمل تصلب هذه الكتل. تفتح القوالب بعد عدة ساعات وحسب نوع الخلطة وجهاز الكبس، وتترك الاسقاء لمدة 3 أيام لتصبح جاهزة للاستعمال. المادة الإنشائية المهمة عندنا هو الكاشي الموزايك، الذي يستخدم الكاشي الموزايك لتبليط الأرضيات كما تعلمون، ويصنع غالبا بأبعاد 40 ب40 سنتيم، قسم منها 30 ب30، وسمك يتراوح بين 2 سنتيم إلى 3 سنتيم. طبعا الطريقة صناعته تتم بمكائن ميكانيكية، وممكن أن يكون بالطرق اليدوية بموجب الخطوات التالية، سواء ميكانيكية أو يدوية. هذه خطوات التصنيع، طبعا بعد تحضير القوالب حسب الأبعاد المطلوبة، وعادة تكون القوالب حديدية متقنة، تزيت القوالب الحديدية لصبغ خرسانة الكاشي. بعدين الخطوة الثانية، ترش بشربة كثيف من الماء والسمنت الأبيض بنسبة 1:1، مخلوط مع حجارة رخامية بسمك لا يزيد عن 10 مليم، تعطي وجه جميل للكاشي الموزايك بعد أن تنعم وتجلى. ثم يحرك القالب للتخلص من هذه الفراغات، هذه الطبقة قلنا سمكها 10 مليم. بعد ذلك الرش قليل من خليط السمنت والرمل أيضا بنسبة 1:1 فوق الشربة اللي وضعناها الطبقة الثانية، ثم يملأ القالب بخرسانة 3:2:1 نسبها، واستعمال حصى ناعم اللي 3 مقداره 2 رمل 1 سمنت، ثم بعد ذلك يغطى سطح القالب بغطاء ويكبس داخل القالب إما يدويا أو بواسطة المكائن، ثم بعد ذلك ينقل الكاشي إلى هيكل خشبي ليبقى يوما واحدا ليجف، بعد ذلك بعد جفافه ينقل إلى حوض ماء ليبقى فيه لمدة يوم، بعد ذلك
يجلى الوجه الذي يحتوي على طبقة الرخام كما ذكرنا بآلة الجلي لتظهر تفاصيل حجارة رخامية، ثم تعالج الفراغات في وجه الكاشي بمعجون سمنتي خاص. بعد ذلك يترك لمدة 3 أيام الكاشي، ثم يصقل الوجه بحجارة الكاربورن دوم لتلميع قطع المرمر وتفاصيل كاشي، ويكون مدة خزنه 26 يوم ليكون جاهز للاستعمال. وهذا هو طريقة إنتاج، الملخص لطريقة إنتاج الكاشي الموزايك. طبعا وضع طبقة من سمنت أبيض وماء 1:1 مع قطع الرخام في القالب، بعدين بعد إكمالها نضيف في القالب الطبقة الثانية 1:1:2، بعدين كبس، بعدين سقي وماء للكاشي.